أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن النيرسينج كير بلان للمرضى اللي عندهم كرونيك رينال فيلير. طبعا بعض النيرسينج دايجنوستس كمان بتمشي مع المرضى اللي عندهم أكيوت رينال فيلير، وحأنوه لكل واحد واحد لما نوصل. أول nursing diagnosis عندنا excessive fluid volume related to decreased urine output، هذه هيك لحالها nursing diagnosis، أو fluid volume excess related to dietary excess أو إنه drinking excess، المريض بشرب سوائل بزيادة، أو excessive fluid volume نتيجة sodium retention and water retention. طبعا هذا nursing diagnosis كل الحاجات هاي تزبط مع acute renal failure. طبعا الجول هنا إنه بدنا ideal ويت وما بدنا فلويد اكسس. طيب عشان نوصل للجول تبعنا، حتلاحظوا في الكتاب دائما كل حاجه دائما بدها باسسمنت، لانه بدنا بيس لاين للموضوع. بالتالي بدنا ديلي ويت، اي زياده او نقصان في وزن المريض معناته انه فلويد زياده او نقصان. احنا بنحكي يعني اليوم كان وزنه 50 كيلو، بكره 51 كيلو، مش معقول وزنه زاد في هذا الوقت كيلو. إنما وارد جدا انه يكون جسمه السوائل زادت بجسمه كيلو، او العكس طبعا. اذا كان 51 كيلو ونزل ل 50 معناته انه فقد لتر مي زياده اليوم. بدنا انتيك واوت بوت بشكل يومي، بدنا نعمل اسسمنت للسكن تيرجا واذا في ديما بالذات في الديبندنت اريا، ديستنشن اوف نيك فين، نعمل اسسمنت للنيك فين، وهذا افضل شيء نعملها، نخلي المريض يطلع يمين او شمال ونشوف اذا الفين تبعت رقبته بارزه ولا لا. بلاد بريشر والبلس والريذم، طبعا لما يكون في فلويد زياده بيبقى حجم البلس قوي. ريسبيراتوري ريت اند افورتس، وكمان نسمع صدر المريض، لانه في حالات الفلويد فلويد فوليوم اكسس بصير في ريلز وكراكلز في صدره. طيب limit fluid intake as prescribed، احنا سابقا في المحاضرة الماضية قلنا في الكرونيك رينال فيلير بنحسب اليورين اوتبوت تبع المريض في اليوم اللي قبله، اذا كان مثلا لترين في اليوم اللي قبله، في اليوم الجاي او اليوم، احنا اليوم الخميس مثلا، اذا كان امبارح الاربع نطلع لترين بول، اليوم بده يشرب ما بين لترين ونص للترين و600 ملليلتر، بدك تزود 5 ل 600 ملليلتر الفلويد المسموح اليوم عن حجم اليورين اللي طلع امبارح. Identify potential sources of fluid، طبعا الميديكيشن والطبيخ والحاجات هذه ما تنسوش انه هاي فلويدز. الاكل كمان هذا في فلويدز، بالذات معظم اكلنا زي الملوخية والبان والحاجات اللي هذه معظمها سوائل، مش بس يعني لما بنقول سوائل انه بس كمية المية او العصير او الكولا او الشاي اللي بنشربها. Explain to the patient and family the rationale for fluid restriction. طبعا انا ممكن توجهنا مريض انه ريقه ناشف او اشي، افضل الحاجات اللي ممكن نساعده فيها انه نعطيه مكعبات ثلج. مكعبات الثلج بتضلها في تمه لفتره طويله، فالمريض بحس انه قاعد بيشرب 3 4 دقائق، وبالتالي بتطفي العطش تبعه من غير ما تعطيه كميه كبيره من المي. Assist patient to cope with discomfort resulting from fluid restriction، وبالتالي طبعا ممكن يصير ريقه ناشف او شيء زي هيك، وبالتالي ممكن يلزم frequent mouth care عشان نخلي ريقه طري وحلو. Provide or encourage frequent oral hygiene، هي جايه. Nursing diagnosis الثاني imbalanced nutrition less than body requirement related to anorexia نتيجة ال renal failure أو nausea أو vomiting أو نتيجة dietary restriction، تنسوش إن إحنا حنقلل من البروتين اللي بياخده المريض، أو related to altered oral mucous membrane. طبعا هذا معظم ال nursing diagnosis يعني بيمشي برضه البالانس نيوتريشن بتمشي مع الاكيوت رينال فيلر، بس بدنا ننتبه للايتيولوجي، لانه مثلا هنا لو بدنا نقول في الاكيوت رينال فيلر امبالانس نيوتريشن ريليتد تو التر اورال ميوكس ممبرين، مش جاي، لانه بيكون عاده وقت قصير ما بصيرش التريشن في الميوكس ممبرين. الجول تبعنا وي نيد تو مينتين اديكوت نيوتريشن انتيك. نيجي للاسسمنت، بدنا نوزن المريض بشكل يومي،
بدنا نفحص العديد من الاختبارات في الدم، بالذات السيروم الكترولايتس البي يو ان ما بدناش اياه يعلى، الكرياتينين ما بدناش اياه يعلى، البروتين بالذات الالبومين، الترانسفيرين اللي هو بيلزم لنقل الحديد، ومنسوب الدم. طبعا مش بالضروره هذول بشكل يومي، يعني ممكن كل اسبوع كل اسبوعين حسب وضع المريض. اسس بيشنتس سون نيوتريشنال دايتري باترن زي دايت هيستوري. احنا قلنا في طريقتين عشان نعمل اسسمنت للدايت، اما دايت هيستوري انه تقعدي مع المريض، تعالي حج اليوم الحين من الساعه 9 امبارح الصبح او طول امبارح من اول ما صحيت لحد ما نمت ايش اللي اكلته، وهي احيانا ممكن المريض ينسى بعض الحاجات. والافضل انه حاجه سميناها دايت دايري، انه تعالي حج من اليوم هيات انت كل حاجه بتكتبها سجلها لنا، سجلها عندك في ورقه. فود بريفرنسز، بدك تعرف ايش المريض اللي بحبه. وهنا بدنا نركز، يعني ماشي بحب حاجات معينه مش مضطر اعطي له اياها بكميه كبيره، يعني بحب الدجاج واللحمه، طب هدول فيهم بروتين عالي، طب انت حجم مسموح لك في اليوم مثلا كميه محدده من البروتين، تتفق انت والمريض عليها. بدنا نعمل اسسمنت للكالوري كاونتس، يعني هذا حسب وزنه حسب الجنس تبعه ذكر او انثى، بلزمه 2000 2500 3000 كيلو كالوري في اليوم. اسس فور فاكتورز كونتريبيوتنج تو التر ذا نيوتريشنال انتيك، زي ايش العوامل ممكن تؤدي او تاثر على مقدره المريض على الاكل، زي الانوركسيا، النوزيا، الفوميتنج، او دايت ان بلاوتابل تو ذا بيشنت، اكل ما بحبوش المريض، او ديبريشن. طبعا في ناس مع الديبريشن نفسهم والستريس نفسه بتنفتح على الاكل، في ناس معظم الناس لا العكس. لاك اوف اندرستاندينج اوف دايتري ريستريكشن، كمان مره المريض اذا عرف ليش هو بيعمل الكلام هذا بزيد التزامه، وبالتالي بدنا نفهمه انه نقول له كل ما بتاكل بروتين زياده هذا بصير ميتابوليزم له بزيد الامونيا، والامونيا بتتحول ليوريا، واليوريا هذه ممكن يعني لما يزيد دم منسوبه في الدم ممكن تعمل مشاكل صحيه وتزود مشاكله. نشوف اذا في ستوماتايتس، طبعا هذا الستوماتايتس اللي احنا بنقول عنه بالعربي الحم، وبالتالي المريض مش راح يعرف. قدر الامكان بدنا نعطي المريض الاكل اللي بحبه، بس بشرط انه يكون تتوافق في المواصفات اللي حنشوف انه فيها مثلا لو بروتين لو بوتاسيوم. بروموت انتيك اوف هاي بيولوجيك فاليو، احنا قلنا المريض حجم البروتين اللي بيلزم ياخده متناسق عكسيا مع منسوب البي يو ان، كل ما زاد البي يو ان بيقل بروتين انتيك. وفي الاخر لما يوصل لكميه ضئيله مثلا 50 60 جرام في اليوم يفضل انه يتاخذ من مصادر حيوانيه، الكلام هذا قلناه في الليفر وقلناه في الكدني لانه هاي تحتوي على الاسينشال امينو اسيدز. طب عشان نعوض البروتين او الكالوريز اللي جاي من البروتين بدنا المريض نعطيله، يعني افترضنا انه كان هو المفروض ياخذ 400 500 كيلو كالوري من البروتين، طب لما اعطيناه 50 جرام بروتين 50 في 4 بيطلعوا 200، فضل عنده نقص 200 300 او 400 في الكالوريز، فبدنا نعوضهم بدل ما كان مثلا ياخذ 1000 كالوري من الكربوهيدرات ياخذ 1200 او 1300. في نفس الوقت تنسوش انه لما نعوض الكالوريز من الكربوهيدرات هذا بيمنع تكسير البروتين المخزن في العضلات، وبالتالي بيقلل من منسوب البي ان. النقط هاي مهم، المريض بيبقى الصوديوم عنده عالي وبالتالي بدنا نقلل الصوديوم. تنسوش انه الصوديوم مش بس معناته الملح والمخللات والفلفل الاحمر، لا كمان المعلبات والاكل المجمد، حاجات هاي فيها مواد حافظة، والمواد الحافظة عبارة عن صوديوم. كمان البوتاسيوم بدنا نخفف الأكل اللي فيه، بالتالي الحاجات اللي زي الموز زي الكيوي زي الجوافة زي الحاجات هاي اللي فيها بوتاسيوم عالي بدنا نبعد عنها. Alter schedule of medication so that they are not given immediately before meals، لأن بعض الأدوية بتعمل نوزيا أو vomiting وبالتالي تسيب نفس المريض على الأكل، خليها بعدين. Explain rationale for dietary restriction and relationship of kidney disease and increased urea and creatinine، وهذا حكيناه سابقا. Provide written list of foods allowed and suggestions for improving their taste without use of sodium or potassium.
يعني المريض بدنا نديله ايش المسموح لك، وكمان نركز على ايش مش مسموح لك. طيب حتيجي تقول للمريض بدنا نخفف الملح او بدنا نمنع الملح، هيقول لك طب مو بصير له طعم؟ ممكن نحط ليمون، نحط كمون، بهارات، توابل، بصل، ثوم، بتقلل طعم الاكل. وشوي شوي المريض بيبدا يعني بالنسبه له الاول، في اول الامر حيكون الاشي صعب، ولكن مع الوقت بيبدا يعني يتعود على الاكل الخفيف الملح. طبعا provide pleasant surrounding at the meal time، دائما احنا بنقول النفس هي اللي بتوكل، زوج الاكل، ظبط الاكل، اذا في بتبان، اذا في اي حاجه فيها روائح كريهه، او في اذا كدني دش في سبيوتم ولا شيء، طب ما هو السليم مش المريض نفسه بتنسد من هي الحاجات. حكينا عن توزين المريض ديلي. assist for evidence of inadequate protein intake، حاجات اللي بتقول لنا انه منسوب لبروتين واطي عند المريض. طبعا إديما فورميشن، هذه الكلمة خادعة. إديما فورميشن، ما احنا قلنا في الفلويد اكسس بصير إديما، وفي الهايبو البيومنيميا بصير إديما. إذا في ديليد ووند هيلينج، إذا المريض في جروح عنده بتاخد وقت طويل عشان تطيب، أو إذا منسوب الألبيومين قل في الجسم. النيرسينج دايجنوسيس الثالث، نوليدج ديفيسيت ريجاردينج ذا كونديشن أند ذا تريتمنت. وبالتالي الجول تبعنا انه احنا بدنا نزود يعني النولج تبعت المريض عن الحاله تبعته. كمان مره، كل ما عرف المريض السبب لوضعه، زي ما حكينا في الفلويد ريستريكشن، زي ما حكينا في الضيق، تعاونه بيزيد. ما بينفع تقول له ما تشربش سوائل الا هالقد وهالقد، طب ليش؟ ما تاكلش لحم الا هالقد وهالقد، وما تاكلش بروتين الا هالقد وهالقد، المريض بده يفهم ليش. طبعا كالعاده اول حاجه بدك تعرف ايش المريض فاهم، assess understanding of cause of renal failure، ايش المريض فاهم ايش سبب اللي عمله renal failure، وايش consequences of renal failure، طب ايش نتج عن renal failure، وايش علاج renal failure. ايش علاقة الفلويد ريستريكشن في الرينال فيلير؟ وليش احنا بنعمل هيموداياليسيز؟ او طبعا البريتينيال دياليسيز احنا قلنا مش موجود عندنا وبالتالي ما ركزناش عليه، وقلنا ايش ممكن يصير كبني ترانسبلانتيشن. Provide explanation of renal function and consequences of renal failure at patient level of understanding. دائما احنا بنقول الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، قال يعني ما معنى الحديث، تعاملوا مع الناس على قدر مناطقهم. بدك تعمل اسسمنت تشوف مستوى المريض اللي معك، يعني ايش قديش فهمه، وحسب فهمه بدك تتعامل معه. احيانا بعض المرضى ممكن يكون قاري حاجات وعارف معلومات اكثر من اللازم. دورنا هنا انه عمليه تنسيق الحاجات الصح نعززها، اذا في حاجات غلط لا بدنا نصححها للمريض. بدنا نفهم المريض انه مش كل حاجه انت بتقراها عن النت صحيحه. Assist patient to identify ways to incorporate changes related to illness and its treatment into lifestyle. كمان مرة تيجي تقول له قلل الأكل مشكلة، حكينا كيف مثلا، أو أقصد قلل الشرب السوائل، حكينا قلنا كيف مثلا ممكن نتغلب على بعض الحاجات، قلنا مكعبات ثلج، ممكن تعرفوا أنواع الزمزميات اللي بتمها زي المصاصة هيك، المريض لو حط كمية سوائل منها وصار يمص شوي شوي، باخذ كمية يعني بيقعد فترة طويلة وهو بيشرب نسبيا، ولكن كمية المي بتبقى قليلة، فهذا ممكن يديله شعور انه ارتوى من غير ما ياخذ سوائل كتير. بدنا ندي written and oral information عن renal function and failure، والأهم التحاليل الميانوكرياتينين النورمال تبعها، كمان الميديكيشن، واذا في اي ميديكيشن بدنا نبلغ المريض انه مش لازم ياخذ اي ميديكيشن الا بعد الرجوع للطبيب، لانه انتم عارفين نسبه كبيره من الميديكيشن بتاثر على الفانكشن تبعت الكدني. طب ايش اذا صار عنده اعراض يراجع الطبيب فيها؟ طبعا من اهم الاعراض اللي لها علاقه بالهايبركاليميا واللي علاقه بالفلويد اكسس، خصوصا اذا حس نفسه تعبان، اذا صار في فروث سكريشن بتطلع من تمه، علامات بدايه بلمونر اديما وعلامات هارت فيلر، اذا صار في شورتنس اوف بريث،
برضو علامات هارت فيليا، بدنا اياه يتابع مع دكتوره، يلتزم بالمواعيد تبعته. Nursing diagnosis بعد هيك activity intolerance related to fatigue أو related to anemia أو retention of waste of products أو dialysis. صحيح هذا بدي أسأل لكم إياه تقولوا لأنه بتكرر كثير معنا، إذا في أي حاجة مش واضحة ترجعوا لي بالأسئلة تبعتكم. نفس الكلام بالنسبة لريسك فور سيتويشن لو سيلف استيم ريليتد تو ديبندنسي، وهنا بيجي دور الايموشنال سبورت للمريض، دور تعزيز الايمان تبع المريض، تعزيز ايمان المريض بالقضاء والقدر وانه هذا مصيره، وكيف نتعامل وكيف نعمل كوبينج مع التغيرات اللي حصلت. نيجي للكولار براتيف بروبلمز اللي هي هايبركاليميا، بيريكاردايتس، بيريكارديال افلوجن، بيريكارديال تامبونيت، هايبرتنشن، انيميا، بون ديزيز اند ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. شوف واحد واحد فيهم. طبعا الجول تبعنا انه بدنا نبعد عن الكومبليكيشن. نيجي لاول حاجه الهايبركاليميا. طبعا دورنا احنا هنا كمونيتورنج، بدناش عارفين انه منسوب البوتاسيوم ما بين 3.5 و5.5، فبدناش اياه يطلع عن 5.5، والافضل انه ما نستناش لما يصير 5.5، يعني اذا لقينا انه البوتاسيوم 5 وفوق بلغ الطبيب المعالج. Assess patient for muscle weakness، هي علامات الهايبركاليميا، دياريا، بصير تغيرات في الاي سي جي، ايش بصير؟ Tall tinted T wave and widened، ايش يعني؟ يعني T wave بدال ما هي بالشكل هاد لا بتصير عالية والمساحة تبعتها هيك طويلة. طبعا أنا بدنا نركز انه ننصح المريض انه نحدد له الأطعمة اللي فيها بوتاسيوم ويبعد عنها. تنسوش انه المريض ممكن يقول لك والله نفسي في قرنوز، والله نفسي في حاجة. أفضل وقت إذا نفسه في حاجة زي هيك يقولها انه اليوم هو طالع دياليسيز وهو في الطريق قبل الدياليسيز بساعة بساعتين يمكن انه نفسه فيه، لانه بعد في الساعتين هذول راح يتم امتصاص البوتاسيوم وهو على الماكينة راح يخلص من البوتاسيوم الزيادة في الجسم. الكولابراتيف بروبلم الثانية بيريكاردايتس، بيريكارديال انفلوجن اند بيريكارديال تامبونين، وهذه نتيجة الفلويد فوليوم اكسس. اسيس بيشنت فور فيفر، العلامات تبعتها او شست بين and pericardial friction rub، بتسمع صدر المريض اذا في كراكلز، اذا في المريض لما ياخذ نفس بيبقى فيه الم. اذا الحاجات هذه موجوده لازم تبلغ الدكتور. طبعا برضو الدكتور في الراوند المفروض كل يوم يعمل اسسمنت لصدر المريض. طبعا المريض لما يكون في البيت بدنا نعلمه اي حاجه مش طبيعيه في صدرك راجع دكتورك بأسرع وقت ممكن. If the patient has pericarditis, assess for the following every 4 hours. Paradoxical pulse أكثر من 10 بديش نتعب حالنا فيها هذه. Extreme hypotension لأنه بيقل الكاردياك output فيها. Weak or absent peripheral pulses لما يقل الكاردياك output بصير الهارت ريت بطيء وضعيف. Altered level of consciousness طبعا لما يقل منسوب الدم للبرين بتأثر الـ consciousness level. Bulging أو extended neck vein، شوف النيك فينز تبعت المريض إذا بارزة. طيب بدنا نحضر المريض للألتراساوند عشان يساعد على التشخيص. If cardiac tamponade develops, prepare the patient for emergency pericardiocentesis. طبعا كلكم عارفين انه بيريكارديال تامبونيد معناها احتقان السوائل في الغشاء البلوري المحيط بالقلب، وهذا حيخلي القلب ما يضخش دم، ما يقدر يعني الانقباض تبعه بسيط وبالتالي الاوتبوت حيقل. عشان هيك بيعملوا له بيريكارديال سنتيسيس، بنشيل السوائل هذه الموجوده حوالين القلب. طبعا الدكتور بشيلها عن طريق كاتتر او عن طريق نيدل، طبعا بده التراساوند يكون واضحة عشان ما يروحش وهو داخل في القلب.
نيجي للهايبرتنشن، احنا قلنا قبل هيك انه الضغط بعمل كدني فيلير، والكدني فيلير بعمل ضغط، بالتالي وي نيد تو مونيتور اند ريكورد بلاد بريشر از انديكيتد حسب الروتين كل 8 ساعات او كل 4 ساعات. ادمنستر انتي هايبرتنسيف ميديكيشن از بريسكرايب. طبعا بدنا نشجع المريض انه يلتزم بحاجتين مهمات، الدواء وفي نفس الوقت الدايت. دايت قلنا بده يكون لو صوديوم، وكمان حجم الفلويدز بدها تقل اللي بتشربها. تيتش بيشنت تو ريبورت ساينز اوف فلويد اوفرلود اللي قلنا عنها، كراكلز، فروث سبيوتم، ريستلسنس وديسبنيا، او اي فيجن تشينجز ممكن تحصل نتيجه الضغط العالي، او الصداع. طبعا مش صداع واحد صدع تعبان ولا شيء، لا الصداع مستمر، او اديما او كونفالجنز او سيجر. الانيميا اللي احنا قلنا بتنتج نتيجه نقص الاريثروبويتين، بالتالي بدنا نراقب السي بي سي بالذات الهيموجلوبين والهيماتوكريت ما ينزلوش عن حد معين. طبعا الانيميا تعريفها حسب الجنس والعمر بتختلف، بس خلينا نقول بالنشيات تنزل عن 11. administer medications as prescribed including iron حديد عشان يصنع كرات دم حمراء، برضو بيلزم الفوليك اسيد لتصنيع كرات دم حمراء، ايبوجين اللي هو عبارة عن erythropoietin and multi vitamins عشان تساعد في تصنيع كرات الدم الحمراء. بدنا نتجنب سحب عينات الدم اللي مش لازمه، بدل ما نعمل مثلا كل يوم مثلا تحاليل والله شيء، نخليها نختصر فيها ونسحب على كميه الدم اللازمه، اذا بلزم 2 صار دم بلاش نسحب 5. teach patient to prevent bleeding by avoiding vigorous nose blowing، اذا المريض صار عنده نزيف ابستاكسس من انفه ما يضلش ينفخ في مناخيره، ما يضلش يحط اصبعه في مناخيره عشان اذا في blood clotting سددت النزيف ما تنشالش البلاد كلوت ويرجع ينزف تاني. بدوش الرف سبورت او الرياضات العنيفه او الكونتاكت سبورت، واحد يخرج شلوت اذا بيلعب كوره ولا شيء او يوجا او حاجه تعمل له بليدنج. يوز سوفت توث برش، الكلام هذا كله حكينا عنه في مشاكل الليفر. طبعا اذا بلزم بلاد ترانسفيوجن بدنا نساعد في هيك حاجه. نيجي لبون ديزيز اند ميتاستاسيك كالسيفيكيشن اللي حكينا وسميناها رينال اوستيودستروفي، قلنا انه نتيجة عدم قدرة الكلية على انها تصنع فيتامين دي بصير في نقص في امتصاص الكالسيوم، وبالتالي الكالسيوم منسوبه بقل في الدم، الفوسفيت كمان منسوبه بقى عالي فبرضه منسوب الكالسيوم بقل، وهذا بيعمل كالسيفيكيشن. طبعا بصير هاي مكالسيميا، مع انه الباراثيرويد جلاند بتحاول تعمل كومبنسيشن انها تطلع الكالسيوم، بس على الفاضي الكالسيوم بيطلع من العظم ولكن منسوبه في الدم بزيدش. ليش؟ لانه الفوسفيت عالي، عشان هيك بتزيد الفرصه انه يصير في هاي ريسك فور انجري. administer the following medications as prescribed. phosphate binders، phosphate binders سميناها الكالسيوم كربونات، وقلنا بعض الاملاح اللي فيها الومنيوم واللي قلنا بتلزق في الفوسفيت وبالتالي بتقلل امتصاصه، فلما يقل منسوب امتصاص الفوسفيت ومنسوبه في الدم بيعلى منسوب الكالسيوم في الدم. في نفس الوقت بدنا ندي كالسيوم سبلمنتس وندي فيتامين دي عشان يزيد امتصاص الكالسيوم. مونيتور سيرم لاب ريزلتس از انديكيتد، بالذات الكالسيوم، الكالسيوم قلنا انه منسوبه ما بين 10 ل 11 او 11.5. assist the patient with an exercise program، الاكسرسايز بتساعد انه الكالسيوم يدخل في العظم بالتالي بتقلل من فرصه الاوستيوبوروسيس. طيب هيك خلصنا، اخذنا 25 دقيقة تقريبا، انا متأكد كلكم بتتمنوا تقول يا رب محاضرات كل هالمرة الجاية تبقى زي هيك، بوعد كوش بعود انه الحاجات اللي بعرف انكم فيها لما انكم عندنا اخففها. إن شاء الله نلتقي في الشابتر الجاي اللي هو Management of Patient with Urinary and Renal Disorder. أستودعكم الله، أتمنى لكم كل الخير أنتم وأهل بيتكم. السلام عليكم.